برنار أنري ليفي الذي يقدم على أنه فيلسوف فرنسي كبير، في كتابه يوميات كاتب في قلب الربيع الليبي يقول أنه إذا ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ لا توجد مشكلة اسمها إسرائيل. على ماذا ألام أنا؟ على مساندتي للثورة الليبية دون أن أنسى مع ذلك وفائي لإسرائيل. الأدهى من هذا أني وضعت نصب عيني ليبيا حرة تعلن القطيعة مع العصبية الدينية السابقة وتقيم أواصر العلاقات الطبيعية مع إسرائيل. أي نعم، أنا أتحمل المسؤولية. شو كان دوره برنار أنري ليفي؟ والله طبعا عشان تعرف ما وصلنا إليه في تلك المرحلة، يترقصون أمام برنار ليفي الصهيوني وعلى الحيطان القذافي اليهودي. يعني أصبح نحن يعني شيء يعني مؤلم. هو قاد هذا الحراك بالتنسيق مع ساركوزي، أخذ هؤلاء وجربوا لمصلحة إسرائيل. طبعا في النهاية يعني أنتم أخطأتم بدعم ساركوزي إذا كان اعتمدتوا عليه بعدين طلع أنه لا شوف ضدكم. لا شوف، إحنا ساركوزي قدم لنا خدمات كثيرة واستقبلنا في باريس وقضينا أسبوع في فرنسا. أعطانا بعض الأجهزة لما كان وزير الداخلية وتعاون معنا في أشياء كثيرة. أعطاكم أجهزة شو بالضبط؟ يعني أجهزة استخبارية للتجسس؟ يعني مجموعة، أنا من لا أفقه في هذه الأمور، ولكن كانت في تعاون كبير بين أنت وقت بدك وقت بدك لا تفقه. عندما كان وزير للداخلية هذا ما حدث. باثنين نيسان أبريل من العام 2011 يوجه سيدني بلومنتال وهو مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مذكرة إلى وزيرته يحذر فيها من استعجال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التخلص من العقيد القذافي. يقول، وهيدا عم نحكي نحن عن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، يقول إن لدى سيد الإليزي أهدافا كثيرة غير الحريات والديمقراطية في ليبيا، وأبرزها التالي: الحصول على النسبة الكبرى من النفط الليبي، تعزيز التأثير الفرنسي في شمال إفريقيا، تحسين وضعه السياسي الداخلي في فرنسا، السماح للعسكريين الفرنسيين بتأكيد موقعهم على مستوى العالم، والاستجابة لقلق بعض المستشارين من أن يؤدي مشروع القذافي في إفريقيا الفرنكوفونية إلى تدمير أو تحطيم الدور الفرنسي. المستشار نفسه الأمريكي يقول أنه كشف عن وجود مخزون من الذهب في ليبيا يحتوي على 143 طنا من الذهب يقدر ب 8 مليارات دولار، تم نقله من قبل القذافي صوب الجنوب الليبي، وكان الهدف منه وضع عملة جديدة في إفريقيا تكون منافسة للعملة الفرنسية المستخدمة. هو يورد هذه الأسباب حول عمل ساركوزي. كمان نشر مجلس العموم البريطاني تقرير خطير حول كذبة ليبيا، يستند إلى العديد من الوثائق جلسات الاستماع ليصل إلى نتيجة مفادها أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تبع على نحو أعمى رغبة نيكولا ساركوزي في شن الحرب، وخلص التقرير إلى أن التدخل العسكري لإسقاط القذافي استند إلى معلومات خاطئة. طب كل هذه التقارير وكل هذه المعلومات وكل هذه الكتب، للأسف يكتب الغرب أكثر ما نكتب نحن، لماذا لم تتقدموا أو يتقدم العرب أو جامعة الدول العربية بعد الخطأ الكبير؟ تقول أنه قتل القذافي لم يكن بسبب واحد واثنين وثلاثة، وهو جريمة كبرى من جرائم الحرب عمليا إن لم يكن شعبه الذي قتله. لماذا لم تتقدموا بدعوة؟ هو شوف، احنا طبعا هذا العمل، انا بدأت في إجراءات ضد السيدة كلينتون بعد تسريبات هذه وثائق، وسربت من قبل الرئيس ترامب. يعني هذه لا غبار عليه، وهذه يعني معلومات دامغة تؤكد ضلوع هذه الدولة في العدوان على ليبيا وقتل الليبيين وقتل القذافي. الجانب الآخر، ساركوزي يحاكم الآن وستشهدون قريبا يعني الملف الليبي في الصدارة، ودفع ثمنه بسقوطه حتى عندما سيطر على ليبيا لم ينتخب الفرنسيين، لأن الناس يعني لم تكافئه على هذا الجرم الذي قام به في قتل الأسرى وهم مكبلين وجرحى في سرت أمام فندق المهاري. جريمة حرب، قتل معتصم جريمة حرب. اشتغلوا على موضوع الدعاوى عمليا. نعمل طبعا، نعمل في أشياء كثيرة طبعا. طيب.